الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، حييكم أجمل تحية مسائية. ها هي انطلاقة شوطنا التاسع، تمت بعون من الله وتوفيقه. شوط خاص باللقاية، جعدان المحليات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. ينطلق هذا الشوط بهذه التحديات مع سن المفاجآت. سن اللقاية، المسافة المعتادة والمقررة لهذا السن هي 5 كيلومترات. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط وأرى الاندفاع الحاضر مع المقدمة. أرى هني بديع اللي قاد المجموعة لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان ونايم بن علي الغيلاني من يتابع هذا الانطلاق المتميز. ننطلق مع المركز الثاني وأرى هني الوعب بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري متابعا لانطلاقة الوعب. ثالث المراكز من الجانب الآخر أرى هناك الصداوي حاملا بشعار هدن الرئاسة وبقيادة عيسى بن سعيد الخيلي. ننطلق مع المركز الرابع كي نتابع الماهر كذلك بشعار هدن الرئاسة، يقود راشد بن محمد بسم المنصوري نقلتنا التالية ومتابعتنا أيضا للمركز الخامس. نتابع القدوم والتسلل في هذه اللحظات. تابع اعناد مشاهدينا متابعينا الكرام، التابع لهجن العاصفة يقود حمد بن راشد بن غدير ينطلق مع المركز الخامس. سادس التحديات ارهني حشيم من يتسلل مع المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة عبد الله. يغرد خارج السرب وحيدا بشعار هدن الرئاسة، الشعار الغالي على قلوب الجميع، الشعار الاحمر وبقيادة المستحيل راشد بن محمد باسم المنصوري. من يتابع انطلاقة الماهر. ننطلق مع المركز الثاني وارى الكوكبة الثلاثية مع المركز الثالث. ننطلق في هذه اللحظات مع عناد من ياتي ثالثا بشعار هجن العاصفة، يقود حمد بن راشد بن غدير المركز الثالث كالسابع التابع لهجن الرئاسة وبقيادة مبارك بن احمد بن مايد الخيري. مبعد يتسلل مع المركز الرابع بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والسلطان بن محمد الوهيبي. من يتابع انطلاقة مبعد من الجانب الآخر. أرى هناك أيضا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني اللي هو الوعب، يقود سالم بن فاران المري ولكن فنسير مع الصدارة. نتابع الماهر اللي انطلق بناموس هذا الشوط. باعد المسافة اسم على مسمى الماهر، وهو ماهر بانطلاقته المتميزة. أشكرك المستحيل مع الأداء المتميز اللي قدم الماهر. تهانينا من الأعماق لهجن الرئاسة والتهاني لراشد بن محمد بالسم المنصوري. يتلو المرة الثانية على التوالي في هذا المساء الجميل لهذا الشعار الغالي على قلوب الجميع. تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني لراشد بن محمد بالسم المنصوري. ومشكور يا المستحيل على الأداء المتميز اللي قدمه الماهر، بينما اللي وصل مع المركز الثاني مبعد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الثالث عناد لهجن العاصفة، المركز الرابع الوعب لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز السادس كذلك من حاش لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. بقية المراكز نحيلها لحظة خط النهاية، ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الماهر إلى خط النهاية. يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 33 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني لراشد بن محمد بالسم المنصوري على الأداء المتميز اللي قدمه الماهر، بينما اللي وصل مع المركز الثاني